ساحة الحرية بتعز، بدأت قبلة للشباب، وكان لا يمر يوم إلا وتزداد كثافة وزحمة، فتوجه إليها الساسة الأحرار الذين زادوا من زخم الثورة وإعطائها بعدا سياسيا محليا ودوليا. نعم، شكلت ساحة الحرية رمزية لكبار السياسيين والقيادات الحزبية والقبلية، حتى تماهى الكل ليشكل ثورة واحدة ضد الفساد والتجهيل، وطلبا للحرية والانعتاق واستكمال ثورتي سبتمبر وأكتوبر. ما أروعكم وأنتم تستردون إرادة الشعب وإرادة الأمة التي ناضل من أجل استعادتها آباؤكم. اليوم يتكلم محمد السعيدي قائد الحراك في الجنوب، الحراك السني الجنوب، يقول مشاكل الشمال والجنوب، حياة الشمال والجنوب، نحن أبناء الشعب اليمني في الشمال والجنوب، انتهى الانفصال، انتهى الحركة الانفصالية. ولن تضيع هذه الأصوات وهذه المداخلات وهذه الحيادة وهذا الصبر، وسنستمع الآن إلى كلمة أيضاً لأحد الإخوة الأحرار. وأصبح الأطفال الصغار يمتلكون عشرات الملايين من الدولارات، وأبناءكم وإخوانكم لا يمتلكون 20 ريال مصروف المدرسة. هكذا هم أبناء تعز الغيورين على بلادهم ووطنهم، تجدهم عند الملمات لا ينحازون إلا إلى الوطن الجامع لكل اليمنيين. وأكبر دليل ما حدث أثناء ثورة 11 من فبراير عام 2011 ميلادية، عندما أصبح الشاب وعضو مجلس النواب والمواطن والعسكري والعامل ورئيس الحزب في خيمة واحدة يطالبون بالتغيير، ولا زالوا إلى اليوم في الساحة التي توسعت إلى كل موقع وجبل وجبهة، ولنفس أهداف ثورة 11 من فبراير.